الحمد لله احنا في هذه الازمه اللي كتعيشها البلاد كنا درنا واحد المبادره ديال توزيع الكفاف على الاسر المعوزه، واليوم فكرنا اننا ندير واحد المبادره اخرى اللي هي ربما ماشي غير مبادره وصافي بل رساله اننا غنوزعوا القنينه ديال الماء والقهوه على رجال السلطه ورجال واعوان السلطه كاملين. هذه كتندرج في ثقافه الاعتراف بالجامعين لانهم صراحه كاملين كيخرجوا للشارع باش يحميونا حنايا كمواطنين. اليوم حنايا كرابطه الشباب بغينا نديروا هذا الجيست اللي واخا صغير ولكن ربما هي رساله اللي كنتمناهم انهم يقبلوها منا. اننا كنشكرهم بزاف، كنشكروا وزاره الداخليه، وزاره الصحه، الحكومه المغربيه على هذه الاجراءات كامله اللي اتخذتها من اجل سلامه المواطنين، وكنشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي صراحه هذه المبادره جميع المنابر الاعلاميه المحليه والوطنيه انخرطوا معنا فيها، وكنشكر الجميع. شكرا. الحمد لله وبفضل الله استطعنا اننا نوزعوا ازيد من 500 قفه، وهذا من خلال المحسنين واللي ساندونا ودعمونا. واليوم ان شاء الله قررنا اننا غادي ندير واحد المبادره الا وهي توزيع القهوه. الفكره ديال السي زريوح هو اللي اقترح علينا هذه الفكره، وان شاء الله نتمنوا من هذا الشيء ان شاء الله يلعب شي دور كبير في هذا المجال.